اتصدر اسم محافظة أسوان الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بسبب حالة الإعياء اللي أصابت عدد من المواطنين. ولكن خرج الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عشان يحسم الجدل حوالين اللي بيحصل هناك، ويأكد إنه الحالات دي بسبب نوع من أنواع البكتيريا اللي اسمها الإيكولاي. ولأنه في أكتر من سؤال حوالين النوع ده من البكتيريا وإزاي بيصيب الإنسان، هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا ريهام، ازيك؟ مساء الخير. الحمد لله كله كويس. في البدايه عايزين نفهم او نفهم كمان الناس ايه هي بكتيريا الايكولاي. بكتيريا الايكولاي هم بيقول ايه، هي اختصار لكلمه اشيريشيا كولاي، ودي بكتيريا موجوده في الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه في القولون، ولكنها بتبقى موجوده بشكل طبيعي، ولكنها احيانا بيحصل تغير جيني فيها فتبدا تخترق الأغشية المخاطية المغلفة للأمعاء وتسبب نوع من العدوى والتسمم داخل الأمعاء، ومن ثم تبدأ تظهر الأعراض على المريض، اللي بقى أعراض اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هو القيء والإسهال والغثيان، وطبعا بدرجات مختلفة تؤدي لارتفاع في درجة الحرارة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التدخل وعلاجها بشكل سريع. ازاي بتتنقل العدوى بيها؟ ما هي بقى لما اصبحت خطيره كده فبتنزل فيه، لما بتحصل اسهال بتنزل في البراز، فممكن يوصل هذا البراز الى المياه فتصيب انسان اخر. من هنا جت دايره العدوى بتاعتها، ومن هنا لانها بتوصل عن طريق الميه. ايوه. وعن طريق الاكل، ولو حد مثلا مصاب بيها وهو شغال في اعداد اكل في مطاعم ومش بيتبع اجراءات النظافه هينقل الاكل لناس ثانيه. شفتي اللفه جت كده بالظبط، يعني من شخص للتاني. طيب المفروض ايه اللي يحصل اول ما حد يبتدي يشعر بالاعراض دي يا دكتور؟ طيب احنا بنقول ان الاعراض هي الغثيان والترجيع والاسهال وارتفاع في درجه الحراره، فورا بنتوجه للمستشفى في حاله، طبعا لان طبعا الاعراض بتبقى عنيفه شويه، وخصوصا لو مع البراز في دم والقيء شديد، بنتوجه للمستشفى علشان اول خطوه تعويضيه لابد من تعويض السوائل اللي فقدها اللي حصل عنده الاعراض، فبيتعلق له محاليل فورا في الوريد ويبدا ياخد سوائل بكميات كبيره عشان تعوض الفقد اللي حصل له ده. طيب بحسب تقييم الحاله ممكن نحتاج الى مضادات حيويه قويه وشديده جدا في حاله ارتفاع في درجه الحراره، او الحاله تكون تستدعي مضادات حيويه. في بعض المدارس بتقول لا ما اديش مضاد حيوي واسيب بس انا العلاج بتاعي تعويضي فقط للسوائل دي، والجسم هيتحكم في الموضوع بنفسه من خلال المضاده اللي بتطلع نتيجه العدوى اللي حصل. دكتور شريف حته، استاذ الصحه العامه والطب الوقائي، بشكر حضرتك جدا على المداخله.